السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء. اليوم لدينا درس يعني الاستعارة، وهي الحصة الثانية، من درس علوم اللغة. سنتمكن فيه من يعني تثبيت المعطيات التي رأيناها سابقا، وبالتالي العمل على يعني إنجاز تطبيق في آخر الحصة. إذن أول شيء سأطلب من أحد يعني من تتبع الحصة أن يذكرنا بأهم المعطيات التي رأيناها سابقا في الحصة. نعم، من يذكرنا؟ أهم النقاط التي رأيناها، رأينا مجموعة من المعطيات التي ذكرنا بها فيما يتعلق بعض العلوم المتعلقة بالاستعارة، وتعرفنا على تعريف الاستعارة. من يتفضل بتذكيرنا؟ وأنا أقوم الآن بتسجيل الحصة من أجل أن يستفيد بقية التلاميذ الذين لم تسعفهم يعني ظروفهم للحضور الافتراضي معنا في هذا الدرس. نعم، تفضل مروان. لقد رأينا في الحصة الفارقة بعض الأمثلة، بعض الأمثلة ومنها كمثال، ومن كما جاء في الشعر، ومن أحقادنا ومن أحقادنا الصماء، أحقادنا الصماء هدمنا تأخينا، هدمنا تأخينا، هدمنا تأخينا. نعم، ومثال آخر، قال البحتيري أتاك الربيع البحتوري، البحتوري أتاك الربيع الطرف نختال ضحكة من الحسن حتى هذا أن يتكلم، حتى أن يتكلم. وأن وأن جاء هذا المشبه الربيع أنه هو المشبه والمشبه به والإنسان، والقرين ضحكا. وقد رأينا أيضا تعريف الاستعارة، وأنه مجاز لغوي يبنى على علاقة مشابهة، فهي تشبيه حذف أحد طرفيه. ومن أهم أركانه هناك مستعار له وهو المشبه، المستعار منه وهو المستعار وهو المشبه به، وهما طرفي الاستعارة. والقرينة وهي اللفظ أو العبارة الدالة على أن المعنى غير حقيقي، وتكون إما لفظية أو حالية. لفظية تلحظ من العبارة بمؤشرات لغوية، أو حالية تفهم من السياق. هناك أنواع الاستعارة، وهما نوعين: الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. الاستعارة التصريحية وهي التي حذف فيها المشبه أي الركن الأول وصرح بالمشبه به، فقد بيتال رأيت أسدا يحارب في المعركة، فقد شبهنا الجندي بالأسد بجميع الشجاعة بينهما، لكننا حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به. أما الاستعارة المكنية وهي التي حذفت فيها المشبه به ونرمز له بشيء أو القرينة من لون، مثل قول تعالى واشتعل الرأس شيبه. فانتشار الشيب في الرأس وكثرته يشبه اشتغال النار وشرعي انتشارها، فقد حذف المشبه به وهو الركن الثاني النار، وبقي المشبه وهو الشيب في الرأس، مع وجود صيغة قرينة تدل على محذوف وهي نعم، شكرا مروان.
يعني هنا ذكرتنا بمحتويات الدرس، صحيح. إذا لابد أيضا أن نضع زملائك في يعني سياق الموضوع كما قلت، وهو أن نذكر بالمعطيات المتعلقة بهذا يعني الدرس، يعني جذوره في اللغة وانتماءاته وامتداداته وبعض العلوم المشابهة له. وسنرى في أي علم تندرج الاستعارة. فعلوم البلاغة العربية كما قلنا تنقسم إلى 3 أقسام، هناك علم البيان، علم المعاني، وعلم البديع. بالنسبة لعلم المعاني، ورأيتم بعضا من دروسه في السنة الماضية، وهو درس الخبر والإنشاء. وهناك أيضا يعني في هذا الباب أو في هذا العلم ما يتعلق بالإيجاز والإطناب والمساواة، وهناك الفصل والوصل. وقلت على أن الإيجاز والإطناب كان مقررا لديكم في الكتاب المدرسي، ولكن غير متابعين به في الامتحان الجوي ولا الامتحان يعني المراقبة المستمرة. هناك أيضا ما يتعلق بالقصر، وهناك ما يتعلق بالفعل أو أحوال ومتعلقات الفعل، ثم هناك أحوال المسند والمسند إليه. ولا بد هنا من إطلال على الخبر والإنشاء، بحكم أن الخبر والإنشاء يعني يحضر لدينا دائما أثناء حديثنا عن بعض الجمل، خصوصا في تحليلنا لعناوين النصوص. هل هي جملة إنشائية؟ هل هي جملة خبرية؟ وهكذا. وأيهما يطغى على النص؟ مثلا الجمل الإنشائية، هل هناك حضور الجمل الإنشائية في النص؟ إلى غير ذلك. فالتذكير بالتعريف، الخبر هو كل كلام، نعم، هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب بذاته، أو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، مثل سافر محمد وعلي مقيم. فليس لدينا أي دليل أيهما على يعني هل هذه الجملة صحيحة أو غير صحيحة، هل هي صادقة أو غير صادقة، هل هي مطابقة للواقع أو غير مطابقة له. فتكون صادقة إذا كانت مطابقة للواقع، وتكون كاذبة إذا لم تكن مطابقة له، واضح؟ ثم بالنسبة للإنشاء، وهو كل كلام لا يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، فهو كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب، أي أنه يعني يحمل دلالة ويحمل معنى، عبارة عن أوامر، عبارة عن أحاسيس، عبارة عن شعور معين. لأن قلنا على أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إنشاء طلبي ويحتوي على 5 أساليب، هي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. وهذه كلها يعني تتطلب حصول أمر غير حاصل وقت الطلب، بينما الإنشاء غير طلبي فهو لا يتطلب حصول أي أمر. إذن بالنسبة للمثال الذي أوردناه هنا، سافر يا محمد، فلاحظوا على أن فعل سافر فهو يحمل دلالة الأمر، وأقم يا علي فهو يحمل دلالة الأمر أيضا، واضح؟ إذا إلى حدود الساعة المعطيات واضحة أعتقد. إذا كان لديكم أي نقطة يمكن التوقف عندها، وبالتالي بعد مرورنا على علم المعاني نمر إلى علم البديع. وقلت هو علم يبحث في وجوه تزيين الألفاظ والعبارة والمعاني وتحسينها، ومن وجوهه السجع، ذكرناه سابقا. ما معنى السجع؟ لكي نذكر أيضا زملائكم الذين لم يحضروا معنا في الحصة، ويبقى الشرح يعني أمامهم. من يتفضل بشرح السجع؟ شرحناه.
شرحنا سابقا. السجع هو تناسق الفواصل، يعني حين قال مثلا نقول في الأذان، وأعطيتكم مثال الأذان في نفس يعني الحصة، حي على الصلاح حي على الفلاح. الصلاح والفلاح كلاهما جاءتا كلمتين يعني على نفس الإيقاع، الفلاح والصلاح، فانتهتا بنفس الحرف. فإذا هناك إيقاع موسيقي في هذه الجملة، فإذا هذا ما يسمى بالسجع، وهو تناسق الفواصل، ونجد هذا كثيرا، أو السجع نجده في النثر، السجع نجده في النثر كثيرا، ونجده أيضا يحضر في الشعر ولكن بشكل طفيف، يعني ليس بشكل طاغ، ولكن نجده أكثر في النصوص القديمة جدا، مثل حكاية ألف ليلة وليلة، في ما يتعلق بفن المقامات التي تدرسها الشعب الأدبية إلى غير ذلك. ثم لدينا الجيناس، والجيناس يعني شرحناه أيضا، ما لديه فكرة؟ سلام سلام. نعم، بالنسبة للجيناس لقد أعطتنا مثال أنا وأختي. مروة أنا وأختي ليس كلمتين غير متجانستين، بينما مروان ومروة متجانسين. نعم. اسم مروة ومروان، نعم صحيح، فهذان اسمان وقع فيهما جناس، ولكنه جناس غير تام. لماذا؟ لأن مروة فيها أحرف تطابق الأحرف الموجودة في مروان، ولكن مروان هناك ألف ونون يخالفان يعني فيها الاسم الأول لمروة، فهما جناس غير تام. إذن الجناس التام حين مثلا نجد اسما تحضر فيه يعني جميع الأحرف، أو اسمين يحضر فيهما كل الأحرف يعني بشكل تام، فهذا يسمى جناسا تاما. أما إذا كان بنقص أحد الأحرف أو بزيادة أحرف أخرى فهذا يسمى جناسا غير تام. مروان مروة، فهذا يعني طرحنا هذا المثال لأنه كان أمامنا على الشاشة، وبالتالي كان من الإمكان أن يسهل على المتلقي أن يفهم ما معنى المقصود بالجناس. مثلا إذا قلنا مثلا بحر وحبر، لاحظوا بحر حبر راحب، فهي كلمات كلها وقع فيها جناس، واضح؟ لماذا؟ لأن فيها جناس الأحرف يعني بشكل جاءت الأحرف في كل الكلمات متطابقة، الحرف الباء والحاء والراء، فهذا جناس تام، واضح؟ ثم لدينا الطباق، والطباق هو درس سنكون على موعد معه بعد انتهائنا مباشرة من درس التسامح، يعني بعد أن نمر إلى درس التسامح سنمر إلى درس الطباق والمقابلة. فالطباق هو من يذكرنا؟ سلام. نعم تفضل. ونوعان، سلبي وإيجابي. هناك لا نقول سلبي، نقول السلب والإيجاب، السلب والإيجاب. نعم الإيجاب مثل الأسود والأبيض. وجدنا في نص أخي الإنسان، صحيح، المشرق والمغرب، صحيح أيضا. تابع. وطباق السلب الذي يحتوي أحد طرفيه على أداة نفي.
الذي يحتوي أحد طرفيه على أداة نفي، ولا تخشوا الناس واخشوني. واضح؟ فالكلمتين هنا متضادتين بالرغم من أننا أوردنا نفس الفعل، ولكن أحدهما قمنا بنفيه، فبالتالي أعطانا ضد المعنى. ولا تخشوا الناس واخشوني. واضح؟ بالنسبة للمقابلة هي في الأصل طباق، ولكنها الطباق يشترط فيه معنى واحد، يعني أن يكون اللفظان المتضادان أو يعني وقع فيهما طباق على معنى واحد، الحياة والموت، لفظ واحد في الجملة، وأتينا ب يعني ضده، هو الذي يحيي ويميت، يعني في نفس الجملة وجدنا كلمتين يعني كيف هما متقابلتان على معنى واحد. واضح؟ بينما حين يقول في المقابلة فهي طباق، ولكن يجب أن يتجاوز المعنيين، يعني يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لدينا من حرف وعلى فهما متقابلان، والظلمات والنور متقابلان، فهناك يعني مقابلة اثنين باثنين مثلا. واضح؟ وسنجد في درس المقابلة أمثلة غنية جدا عن هذا المجال. هنا نكون قد يعني قمنا بإطلالة على علم البديع. الآن سنمر إلى علم البيان الذي سنتوقف عنده كثيرا، وهو الذي يعني يعطينا إضاءة أكثر على درس الاستعارة. لماذا؟ لأنه هو العلم الذي يهتم بالحقيقة والمجاز، ويهتم بالتشبيه، ويهتم بالكناية. إذن البيان لغة هو الكشف والظهور، واصطلاحا هو أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة وتراكيب متفاوتة، مثل الحقيقة والمجاز درستمها في الجذع المشترك، والتشبيه أيضا درستمه في الجذع المشترك، يعني على الأقل تعرفتم على يعني أو أركان التشبيه الأربعة وأنواعه الخمسة، وبالتالي يمكنكم التمييز بين أنواع التشبيه، ثم الاستعارة التي هي درسنا اليوم، ثم الكناية. والكناية هي أن تصف الشخص ب يعني بصفة معينة، ولكن كيف شرحناها في الماضي مروان؟ توقفنا عندها. وأعطيتكم بعض الأمثلة. فلان يده نظيفة، أو أبي يده نظيفة. سلام. نعم تفضل. الشخص بصفة أن الشخص هنا يتصف بالأمانة، أنه لا يأخذ أموال الناس، وأنه لا يخون الأمانة أبدا، فيده نظيفة، وأنه لا يأخذ رشوة ولا يأخذ يعني أموال الناس بالباطل، فيده نظيفة. وأعطيتكم مثال آخر يعني نذكره في حديثنا في الجنوب، مثلا نقول فلان لا يشم أنفه التراب. أنه لا يصلي، لأن متى نشم التراب يعني ككناية أثناء السجود، أن نكون أقرب ما نكون إلى الأرض ونشتم رائحتها، طبعا في
حين هطول المطر إلى غير ذلك، ولكن هذه معاني حقيقية. ولكن حين نقول فلان لا يشم الأرض، إحنا كنقول يعني بين قوسين بالحسانية، فلان ما يشم التراب، ما يشم التراب، فهذا معناه أن هذا الشخص لا يصلي، واضح؟ فهذه كناية نفهمها عن طريق يعني عمل يعني الذكاء ويعني الخبرة في الخطاب إلى غير ذلك. إذن هذه أهم المعطيات التي يمكن الحديث عنها في هذا المجال. فالسنة الماضية تعرفتم على التشبيه وهو عقد مقارنة، يعني أذكركم بالمعطيات، ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. التشبيه هو عقد مقارنة بين طرفين أو شيئين يشتركان في صفة واحدة ويزيد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، يكون دائما المشبه به هو الأكثر، هو الذي تزيد فيه هذه الصفة. إذا شبهنا أحمد أسد فالأسد يعني أكثر قوة من محمد، ولكن أعطينا محمد يعني شبهناه في القوة بالأسد، لماذا؟ لأنه هو أيضا يتمتع ببعض الشجاعة وببعض القوة، فأكثر فشجاعته لا تضاهي الأسد، ولكن الأسد دائما يبقى هو الأكثر شجاعة. إذن باستخدام أداة التشبيه، مثال الرجل كالأسد في قوته، أليس كذلك؟ وأعطينا كذلك مثال الرجل كالأسد في قوته. هناك مثال آخر أم لا؟ هذا آخر مثال. نعم، إذن وأركان التشبيه، أركان التشبيه لدينا أركان التشبيه أربعة: المشبه، المشبه به، الأداة، ووجه الشبه. فإذا قمنا بتحليل الجملة التي درسناها قبل قليل وهي الرجل كالأسد في قوته، الرجل هو المشبه وقوته هي وجه الشبه، الكاف هي أداة التشبيه، والأسد هو المشبه به، واضح؟ إذن هذه أركان التشبيه الأربعة. ثم لدينا أنواع التشبيه، وهذا فقط تذكير بما رأيتموه في الجدع المشترك، يمكنكم الرجوع إلى يعني مقرر السنة الماضية للإطلاع أكثر. إذن أنواع التشبيه بالنظر إلى أركان التي يتألف منها بالحضور والغياب، يعني هناك تشبيه التام المرسل، وهو التشبيه الذي جمع أركان التشبيه الأربعة، مثل الرجل كالأسد في شجاعته، لأن هنا تحضر الأركان الأربعة للتشبيه. ثم التشبيه المؤكد، وهو ما حذفت منه الأداة التشبيه، الرجل أسد في قوته، واضح؟ فهناك التشبيه المجمل، وهو ما حذف منه وجه الشبه، مثل الرجل كالأسد، ونفهم المعنى من خلال هذه، من خلال هذا التشبيه، أن ما هي الصفة التي ستجمع بينهما، هي يعني القوة والشجاعة. ثم التشبيه المفصل، وهو التشبيه الذي يعني ذكر فيه وجه الشبه، مثل الرجل قوي كالأسد في شجاعته. ثم التشبيه البليغ، وهو التشبيه الذي حذفت منه الأداة وحذف منه وجه التشبيه، مثل قولنا الرجل أسد. يعني هذه بعض المعطيات التي رأيتمها طبعا في السنة الماضية. إذن إذا أردنا إعطاء تعريف للاستعارة، فالاستعارة هي نوع من أنواع التشبيه، هي نوع من أنواع التشبيه، ولكن شرطها أن يكون أحد طرفي التشبيه محذوفاً، إما أن يكون المشبه هو المحذوف، أو يكون المشبه به هو المحذوف. ولهذا نجد أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين: استعارة تصريحية واستعارة مكنية. الاستعارة التصريحية سنراها
والتي صرح فيها بالمشبه به، والاستعارة المكنية التي تم ذكر المشبه فقط ولم يذكر فيها المشبه به. إذن الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. فهمنا من الكلام السابق أن التشبيه لابد فيه من ذكر طرفين الأساسيين وهما المشبه والمشبه به، فإذا حذف أحد الركنين لا يعد تشبيها بل يصبح استعارة. إذن طبعا من خلال أمثلة الانطلاق التي رأيناها سابقا، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم رأيت بحرا يخطب في الناس، ثم قال البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. إذن هذه بعض الأمثلة التي سنبني عليها هذا الدرس. إذن مثلا بالنسبة للمثال الأول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، قول الله تعالى طبعا. إذن بالنسبة لهذه المعطيات، فالمشبه وهو الكفر ولكنه لم يذكر في النص فهو محذوف. إذن شب والمشبه به الظلمات، شبهنا كل كافر بأنه يعيش في ظلمات، يعني ذكرنا المشبه به وحذفنا المشبه، فأكيد أن نوع الاستعارة لدينا هنا هي استعارة. أي نوع من الاستعارات لدينا هنا؟ ذكرنا المشبه وحذفنا المشبه، عفوا ذكرنا المشبه به وحذفنا المشبه أو تم حذف المشبه، فهي إذن استعارة مكنية. لا تابه، الكفر غير مذكور في النص، المشبه غير مذكور ولكن ذكر المشبه به، وإذا تم ذكر المشبه به في الاستعارة فهي استعارة صريحية. صرحنا ب، دائما قل صرحنا بالمشبه به، كلمة صرح قرنها دائما بالمشبه به، صرحنا بالمشبه به، واضح؟ فإذا تم التصريح بالمشبه به أصبحت الاستعارة لدينا هي استعارة تصريحية. أما إذا حذف المشبه به وذكر المشبه فقط فهي استعارة مكنية. اتفقنا؟ إذن تلاحظون على أن الكفر لم يذكر، ثم شبهنا الإيمان وكلمة الإيمان أيضا غير موجودة في النص ولكن شبهناها بالنور، فأيضا نوع الاستعارة لدينا هنا فهي استعارة ماذا؟ استعارة تصريحية، لأن المشبه محذوف، وتجدون أنني وضعت علامة يعني عدم وجود الكلمة الكفر والإيمان، واضح؟ إذن رأيت المثال الثاني، رأيت بحرا يخطب في الناس، كلمة بحر من يخطب في الناس عادة هو الخطيب الذي يلقي خطبة الجمعة مثلا أو خطبة العيد. رأيت بحرا يخطب في الناس، فأي بحر نتكلم عنه هنا؟ نتكلم عن بحر العلم وبحر المعرفة طبعا. إذن المشبه هو الخطيب، ثم المشبه به هو البحر نظرا للعلاقة بينهما في سعة الاطلاع، أو في يعني يشمل يعني أشياء ومعارف وعلوم كثيرة. إذن المشبه غير
مذكور الذي هو الخطيب، ولكن ذكرنا المشبه به الذي هو بحر. فالاستعارة لدينا هنا هي استعارة تصريحية. ثم المثال الثالث الذي قال فيه الشاعر: أتاك الربيع الطلق يختاب ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. المشبه هو الربيع، لاحظوا هنا ذكرنا المشبه لكي تنتبهوا. ثم المشبه به هو الإنسان، وكلمة إنسان غير واردة في النص، ولكن ذكرنا قرينة تدل عليه. من الذي يضحك؟ الإنسان. ويختال، يمشي في مشيته مختالا ضاحكا. إذن الاختيال والضحك هي خاصية إنسانية، فلهذا تسمى قرينة. والقرينة هنا يمكن أن نشرحها أيضا. القرينة تأتي على حالتين: قرينة حالية وقرينة لفظية. قرينة حالية نفهمها من سياق الكلام، وقرينة لفظية تظهر من خلال اللفظ مباشرة مثل النص بين أيدينا. يعني كلمة ضاحكا نتلفظ بها مذكورة في النص. واضح؟ إذن القرينة هنا لفظية وجاءت في لفظ ضاحكا. إذن إذا أردنا تعريف الاستعارة فهي مجاز لغوي يبنى على علاقة المشابهة، فهي تشبيه حذف أحد طرفيه. أركان الاستعارة هي المستعار له وهو المشبه، ثم المستعار منه وهو المشبه به، وهما طرفا الاستعارة. ثم الجامع بينهما أو الصفة المشبهة بينهما. ثم القرينة وهي اللفظ أو العبارة الدالة على أن المعنى غير حقيقي، وتكون إما لفظية أو حالية. لفظية يعني نتلفظ بها ونلحظها في العبارة، وقد تكون حالية تفهم فقط من سياق الكلام. واضح؟ إذن وقلنا على أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين: الاستعارة التصريحية، وهي التي حدث منها المشبه الركن الأول وصرح بالمشبه به. مثاله: رأيت أسدا يحارب في المعركة. رأيت أسدا يحارب في المعركة. فالأسد هنا هو المشبه به، ومن يحارب في المعركة هو الإنسان. فالإنسان أو المحارب أو الجندي غير مذكور، وذكرنا فقط المشبه به. إذن فقد شبهنا الجندي بالأسد لأن هناك علاقة بينهما أو مشابهة بينهما، هي علاقة الشجاعة أو صفة الشجاعة. فحذفنا الجندي وذكرنا الأسد، فهي إذن استعارة تصريحية. ثم لدينا الاستعارة المكنية، وهي التي حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء أو صفة أو قرينة من لوازمه. يعني لا بد أن يكون هناك ما يشير إليه أو ما يدل عليه. مثاله قوله تعالى: واشتعل رأس شيبا.
فكلمة الاشتعال هنا تقع على الأشياء التي تشتعل كالنار مثلا، الحطب إلى غير ذلك. ولكن الرأس هنا ماذا؟ لا يشتعل، وإنما ينتشر فيه الشيب. فطريقة الانتشار الشيب في الرأس كطريقة انتشار النار في الهشيم أو في الأغصان مثلا أو في الخشب. فانتشار الشيب وكثرته يشبه اشتعال النار وسرعة انتشارها. فقد حذف المشبه به الذي هو الركن الثاني يعني النار، وبقي المشبه الشيب في الرأس مع وجود صفة تدل على المحذوف وهو الفعل اشتعل، لأن الاشتعال صفة ملازمة للنار، فهي استعارة إذن استعارة مكنية. واضح إلى حدود الساعة. إذن سيكون لدينا تطبيق. تألقت أسود الأصلصي، ثم يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم عضنا الدهر بنابه. يعني نحاول أن نشتغل على هذا التطبيق. أين هو المستعار له؟ أين هو المستعار منه؟ القرينة، ثم نوع الاستعارة، هل هي تصريحية أو هل هي مكنية؟ أعطيكم يعني دقائق للاشتغال على التمرين. سادة،
إذن من يعطينا الجواب؟ سادة. نعم تفضلي مروة. بالنسبة للجملة الأولى، تألقت أسود الأطلس، ذكر فيها المستعار من، وغياب المستعار لا، المستعار من الأسود. ومن خلال الجملة فإن اللاعبون هم الذين تألقوا، يعني المستعار لا هم اللاعبون. والقرينة أو الصفة هي الشجاعة، صحيح. ونوع الاستعارة، نوع الاستعارة تصريحية، صحيح. إذن لدينا المستعار له هو لاعبون، ثم المستعار منه الأسود وهي مذكورة مصرح بها في المثال، يعني هنا أولا مباشرة بعد ذكر هذه المعلومة نمر إلى نوع الاستعارة، أي أنها تصريحية، ثم نبحث عن الصفة أو القارينة أو يعني الصفة المشابهة بينهما. العلاقة المشابهة بينهما هي الشجاعة والقوة، إذن الشجاعة والقوة هي القرينة، واضح؟ مثال ثاني، واعتصموا بحبل الله جميعا. سادة. نعم. بالنسبة للجملة الثانية، يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ذكر فيها المستعار من حبل الله. وغياب المستعار له هو القرآن. القرينة أو الصفة تقرب من الله تعالى، ونوع الاستعارة تصريحية. أحسنتي، صحيح. إذن المستعار منه هو حبل الله، فسنبحث عن ما هو الشيء الذي يربطنا بالله في كل حين وفي كل آن. طبعا هناك من سيقول الصلاة، هناك من سيقول يعني العبادات، هناك من سيقول كثير من الأشياء، ولكن كل هذه الأشياء نجملها في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الجامع للعبادات، واضح؟ فالمستعار له والحبل الذي نستمد منه تواصلنا مع الله تعالى واتصالنا به عبر القرآن، واضح؟ فإذا المستعار له أو المشبه هو القرآن الكريم، وشبه بالحبل، حبل الله يعني الحبل الذي يربطنا به، مثل الحبل السري الذي يربط الجنين بأمه، واضح؟ فالصفة أو القرينة هنا هي يعني الاتصال، العبادة تربطنا في اتصال مع الله تعالى، مع ربنا جميعا، واضح؟ فالصفة هي الاتصال، وطبعا بما أنه تم التصريح بالمستعار منه الذي هو المشبه به فهي استعارة تصريحية. نعم نتابع. عضنا الدهر بنابه.
أين هو المشبه؟ أين هو المشبه به؟ سدان المشبه هو الظهر، والمشبه به غير الدهر. مذكور الذهب غير مذكور. والمشبه به ومن الذي يمتلك أنيابا مثلا؟ من الذي يمتلك أنيابا؟ من الذي يعض بالأنياب؟ ما الذي غير عاقل؟ ما الذي يعض بنابه؟ حيوان. أي حيوان مفترس. نعم، إذا نوع الاستعارة لدينا هنا بما أن المشبه به غير مذكور. مكنية. صحيح، فالاستعارة لدينا مكنية، والقرينة التي منعت من ظهور المشبه به هو أو هي، لدينا لفظتين، لدينا عضنا ولدينا نابه. فعض يمكن أن تحيلنا على أشياء كثيرة، ولكن حين يقول بنابه يعني حيوان لديه ناب. هو بعض الحيوانات التي تمتلك هذه الخاصية. إذن هنا نكون قد يعني أجبنا عن المثال، والجواب أمامكم الآن. إذن واضح في الصورة. الجدول أمامكم. نعم. يمكنكم أخذ المعطيات. أتمنى أن يكون الدرس قد مر بيسر، وأن تكونوا قد استوعبتم المعطيات، سواء العناصر الحاضرة أو العناصر التي ستشاهد يعني التسجيل فيما بعد. إن كانت لديكم أي يعني أسئلة أو مزيد من التوضيحات، يمكنكم تسجيلها في المحادثة، يعني في خانة المحادثة، ويعني نجيب عنها في حصة موالية. وأتمنى أيضاً أن تقوموا بتحضير درس التسامح، قصيدة نازك الملائكة، لنكون أصدقاء. ربما الحصة ستكون لدينا يوم الخميس في نفس التوقيت. إذن إلى هنا يكون درسنا قد شرف على نهايته. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن تكونوا دائما بألف خير. تحياتي لكم أبنائي، السلام عليكم. شكرا أستاذ. عفوا. شكرا أستاذ. عفوا، التوفيق بإذن الله. تحياتي لكم.